السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، أسعد الله صباحكم ومساءكم بكل خير. أهلا بكم من جديد في قناة أنيمي نو تاماشي. اليوم رجعنا إلى مانجا كابتن سوباسا جولدن 23، أي الجزء السادس من الكابتن ماجد، أحداث الجزء السادس. خلونا نكمل مباشرة ماذا يحصل في الجزء السادس بعد ما كنا في مقطع ريالي جابان 7 السابق. نعم، خلونا إذا نبدأ. لابد أن نذكر لمتابعين الأنمي بشكل عام، هناك حرق اليوم طبعا لمتابعين الأنمي. نعم، الأحداث تكون من المانجا، تكملة الأحداث من الجزء السادس. إذا حاب تكمل معنا أهلا وسهلا فيك، إذا ما حاب تكمل معنا يفضل أن تسكر هذا المقطع. خلونا نبدأ مباشرة ونتذكر على آخر ما حصل في مانجا كابتن سوباسا جولدن 23. نعم، الفصل 21، تكملة الفصل 21. خلونا نكمل. إذن الكرة الآن مع ميساكي تارو. ميساكي تارو تجاوز المدافع الأول، الآن حاليا عندنا المدافع الثاني. نعم، ميساكي بحركة دورانية رائعة. من هنا توقفنا في الفصل أو المقطع السابق. نعم، ميساكي هنا يرسل الكرة من بين أقدام هذا المدافع وبشكل رائع يتجاوزه. نعم، بالفعل ميساكي موهبة كرة القدم، يتجاوز المدافع الثاني. وهنا ها هنا عرفنا أن ميساكي يتجاوز الآن لاعبان المدافعان اثنان. نعم، والمدرب منتخب الدنماركي ها هو عليه علامات الدهشة والتوتر أيضا بدأت. نعم، نذكر أن ما زلنا نحن حتى الآن في مباراة المنتخب الدنماركي. نعم، منتخب اليابان ضد منتخب الدنماركي، مباراة ودية لاستعداد لبطولة أولمبياد، أكيد أولمبياد أسبانيا. نعم، هنا الآن نلاحظ أن المدرب المنتخب الدنماركي ماريو يقول أن دفاعنا منظم بشكل ممتاز، كيف تجاوز هذين المدافعين الاثنان. إذن وهنا حارس المرمى ها هو ينطلق إلى الأمام، وأيضا هناك مدافع ثالث ينطلق ويهاجم ميساكي. لاحظوا هنا قدم ميساكي اليسرى، قدم ميساكي اليسرى هنا ميساكي يقفز عاليا، والطبيب الخاص بميساكي يقول قدمك اليسرى هذا كأنه يشير إلى شيء ما. وبالفعل انظروا هنا، دماء واضحة، تطاير دماء كأنها دماء واضحة لميساكي تارو. ميساكي تارو هنا في وضعية ممتازة جدا للتسديد. نعم، وبالفعل ميساكي تارو يسدد هنا وأخيرا يسجل الهدف الأول الذي انتظرناه طويلا، الهدف، وأخيرا وصل الآن الهدف، وأخيرا شفنا الهدف الأول. نعم، انتظرنا طويلا هذا الهدف. نعم، في فصول السابقة، وأخيرا الهدف الأول. وأيضا ميساكي تارو ها هو يرفع يده اليسرى عاليا، هي إشارة إنها الخطوة الأولى لتحقيق الحلم، الميداليات الذهبية أكيد. إذن الهدف الأول جاء عن طريق ميساكي تارو ياسين. نعم، بطريقة رائعة جدا أعزائي المشاهدين. هنا ينتهي الفصل رقم 21، وراح ننتقل مباشرة إلى الفصل رقم 22. وهنا فرحة كبيرة من قبل المنتخب الياباني، لاعبي المنتخب الياباني، وأيضا المدرب كيرا كوزو المدرب عصمت. هناك فرحة كبيرة من قبل الجميع. نعم، هنا مستغربين لاعبين والدهشة كبيرة على لاعبين المنتخب الدنماركي. إذن الهدف أتى في الدقيقة 23. ميساكي تارو عمل شيء عظيم جدا وتجاوز أربعة لاعبين من بينهم حارس المرمى المدافع الأخير والحارس المرمى ميساكي تارو، قفز وسجل الهدف الرائع بشكل رائع جدا. نعم، الهدف الأول. نعم، بشكل رائع. إذن هنا الاحتياط المنتخب الياباني يقولون شيء عظيم إن ميساكي تارو سجل الهدف، وتبدو هذه الطريقة كطريقة أوزرا سوباسا. نعم، طريقة سوباسا اشتقنا له من وقت طويل، لم نسجل له مقاطع وأيضا لم يظهر هنا حتى الآن. نعم، إذن هنا ميسوغي جن يقول إن ميساكي وضع في مخيلته طريقة طبعا مراوغة أوزرا سوباسا بإحدى عشر لاعب في الدوري الإسباني عندما سجل هدفا في تلك المباراة ضد بلد الوليد. نعم، إذن ميساكي تارو عملها بطريقة أوزرا سوباسا. وهنا ماتسوياما هيكارو مجد يقول إن ميساكي يمشي الآن على خطى أوزرا سوباسا ولعبه تماما كما أوزرا سوباسا. إذن
إذن خلونا نشوف ماذا يقول هنا ميساكي تارو. ميساكي تارو يقول سوف أستمر في اللحاق بهم. هنا يقصد اللاعبين الحقيقيين. نعم يقصد هنا اللاعبين الحقيقيين نحو العالمية. ويقول أيضا سوف أتسلق سلم النجومية. نعم سوف أتسلق سلم النجومية إلى أن أصل إلى أوزرا. سوباسا سوف أستمر في اللحاق به دائما. إذن هكذا يقول ميساكي تارو. والجمهور هنا يشجع ميساكي. كلهم يقول ميساكي ميساكي ميساكي. نعم خلونا نشوف هنا المدرب كيرا. المدرب عصمت كيرا كوزو ماذا يقول. يقول من دون هؤلاء اللاعبين خارج البلاد. أكيد يقصد سوباسا. عندنا هنا 3M أي ثلاثي الام ماتشياما وميسوغي وميساكي في الفريق هنا مع غياب سوباسا. ولكنهم هنا هؤلاء اللاعبين الثلاثة يؤدون واجبهم بأكمل وجه. نعم طبعا هم يدفعون الفريق إلى الفوز الآن دائما. نعم كأنني أحس أن صوت كيرا كوزو كأنه صوت بابا سنفور. لا أعرف لماذا. انظروا شكله. لا أعرف كأنه يأتيني خيال أن صوته مثل بابا سنفور. نعم. وأيضا في نفس الصفحة نلاحظ هنا دموع الطبيب الخاص بياسين ميساكي تارو. نعم الطبيب هنا يبكي. نعم دموعه واضحة تماما. إذن أعزائي المشاهدين راح نتوقف من هنا بسبب ضيق الوقت. نعم راح نكمل إن شاء الله في وقت لاحق. طبعا أخذنا الفصل 21 و22. خلونا نتكلم عن أحداث الرياضية التي حصلت أمس. نعم أنا أسجل لكن هذا المقطع راح ينزل متأخر قليلا. نعم طبعا فوز السنغال على مصر في نهائي كأس أمم أفريقيا. نعم كنا نتمنى فوز مصر ولكن قدر الله ما شاء فعل. إذن فازت السنغال. نبارك للسنغال. انتهت البطولة الأفريقية. وأيضا أعزائي المشاهدين أشكركم لأننا وصلنا إلى 500 مشترك. أشكر جميع من اشتركوا. نعم أشكر كل أخ وأخت اشترك في قناة ودعمونا دائما. نعم أشكركم دائما وأبدا حتى نصل إلى 1000 مشترك أو أكثر إن شاء الله. إذن حلقتنا اليوم كانت عن مانغا كابتن سوباسا جولدن 23 الفصل رقم 21 و22 الجزء الأول. راح نكمل فيه في وقت لاحق إن شاء الله. طبعا شفنا الهدف الأول أخيرا في مباراة ضد المباراة ودية ضد منتخب الدنماركي. إذن أعزائي المشاهدين لو أعجبكم هذا المقطع لا تنسونا من اللايك والنشر والاشتراك في القناة. في أمان الله.